آيات بينات من الذكر الحكيم سيتليها على مسامعنا السيد إدريس بن شنو. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. والآن نعطي الكلمة للسيد رئيس جمعية رعاية التنمية البشرية فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم جميعا. تبتم وتاب أمشاكم وجعلت الجنة متقلبكم ومثواكم. حللتم أهلا ونزلتم سهلا ضيوفا على جمعية طرار للتنمية البشرية. فأهلا بكم ومرحبا بكم. السلام عليكم. أرحب بكم في هذه الأمسية وأرحب بأساتذة المحترمون جزاكم الله خيرا عن هذه على تربيتكم الدعوة. والتي نسعى من هذه الأمسية من خلالها لبحث قضية تربوية اجتماعية وتأسيس محاورها وترسيخ أفكارها في الأوساط الاجتماعية عامة. إن الأعمال الاجتماعية والإنسانية ظلت في صلب اهتمام الجمعية بعد تأسيسها وستعمل جاهدا وفق الإمكانيات التي ستتاح لتحسين الخدمات الاجتماعية التي ستقدم من طرف منخرطيها والعمل على تنويعها
بخطى حديدة وعزم قوي وإرادة صادقة لا يعتريها الملل. وفق الله جميع لما فيه خدمة الصالح العام، فإننا لازلنا نبلغ ما نصب إليه من أهداف وغايات. لدى ندعو الجميع إلى بذل المزيد من الأعمال التطوعية ومضاعفة الدعم المادي والمعنوي لفائدة الجمعية، وذلك في إطار تضامن ووحدة متماسكة من أجل تحقيق المساعي متحلين بالسلوك الحسن والتنفان والإخلاص في العمل خدمة لمصلحة العام. ولجمعية طرالي التنمية البشرية أهداف تنموية اجتماعية تدخل في المساهمة في التنمية الشاملة، ذلك من خلال المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والبحث مع الجهات المعنية عن الحلول الناجعة قصد تشجيع المبادلات والمشاريع الرامية إلى التنمية المحلية وتحسين الدخل الفرد قصد التقليص من أسباب الفقر والتهميش والإقصاء. المساهمة في جميع البرامج الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية والرياضية. العمل على نشر التربية وتحسين التمدرس والمساهمة في توفير النقل المدرسي بالوسط القروي. المحافظة على البيئة وتشجيع ودعم المشاريع البيئية. عقد شراكات مع الجمعيات والهيئات المحلية والجهوية والوطنية والدولية العاملة التي تعنى بشؤون التنمية. الانضمام إلى الجمعيات والهيئات المحلية والجهوية والوطنية والدولية ذلك الاهتمام المشترك القيام برحلات استكشافية وأوراش عمل، تنظيم عروض وندوات ومهرجانات ومنافسات ثقافية ورياضية، تنظيم لقاءات تحسيسية تهم الشأن المحلي. المساهمة في تحسين الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوسط القروي وإعداد البرامج المتعلقة بها. المساهمة في رفع المستوى الاجتماعي، وذلك بواسطة تجميع وتنسيق الجهود التطوعية للسكان وتوجيهها جماعيا في مجالات مختلفة. تناول ومعالجة القضايا التي تهم الشباب والطفولة والمرأة والأشخاص المعاقين والنهوض بأوضاع بالوسط القروي. التحسيس بأهمية التعليم. العمل على القضاء على الهضم المدرسي، وذلك بإعادة إدماج مجموعة من الشباب في التربية غير النظامية. المحافظة على الصحة والبيئة، توفير الرعاية الصحية والنشرة التربوية التي تساعد الأطفال على تنمية كل قدراتهم العقلية والجسمانية. القيام بحملات طبية. التحسيس بأهمية النظام والصحة، تنسيق الجهود من أجل إصلاح بعض الطرقات والمسالك الوعرة، والمساهمة في فك العزلة عن بعض الدواوين. هذه هي أهداف الجمعية، ونحن جنود مجندين وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لا يهدي القوم الظالمين.
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن وفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم العالم القروي، مش العالم
البدر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعثات إلى العالم القروي، كان يأتي الرجل من البادية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخاطب هذا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مبعوثك قد قال لنا كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته أنه كان يهتم بهذا العالم، وكان لذلك الذي يهتم بالعالم بالقرى وبالبوادي، هذا عمل شريف اهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتم به كبار العلماء. بل إن العلماء كانوا يعتبرون أن الزهاد الذين انعزلوا للعبادة في المساجد كانوا يعتبرون عبادتهم عبارة عن لعب. فعبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من العلماء الكبار، توفي سنة 181 هجرية، ينكر على رفيقه الزاهد العابد الثقة الفضيل بن عياض رحمه الله المتوفى سنة 189. الفضيل بن عياض كان ثقة وحديثه في الصحيحين وهو من أشهر العباد والزهاد في تاريخ المسلمين، وصفه هذا العالم الجليل ابن المبارك بأنه عابد لاعب بعبادته، لأنه كان لا يهتم بشؤون الناس، كان لا ينخرط في المجتمع ليخدم الناس، كان منعزلا في المسجد يتولى العبادة متفرغا لعبادة بمعناها الضيق. فقال فيه أبياتا وأرسل إليه أبياتا قال فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخدر. هذا العالم عبد الله بن المبارك كان دائما يقود الناس، وكان أيضا في الصفوف الأمامية عندما كان المسلمون يواجهون الأعداء، فأنكر على هذا العالم انعزاله وتركه للعمل داخل المجتمع. ماذا نقول للإنسان اليوم؟ نشحن الواحد هذا من كبار الزهاد كي والتراجم كلها تثني عليه. عبد الله بن المبارك يرسل إليه يقول له: انعزالك عن المجتمع أنت تلعب لا تعبد الله تعالى. ماذا نقول للناس اليوم؟ شحن الواحد يقول الحمد لله أراني مزيان مع الله تعالى، أش كدير؟ كانت المسجد الرابطة سير صلي في المسجد أرجع أهتم بالأمور ديالك. الإنسان المسلم ينبغي أن يرفع الناس إلى بغى يكون عنده وزن عند الله عز وجل يوم القيامة، وبغى يخلي واحد الأثار موراه خاصه ينفع الناس، خصوصا العمل الاجتماعي العمل المدني المؤسسات. العمل الجماعي إذن أو العمل المدني بالمصطلح الحديث واجب بنص القرآن الكريم، ذكرنا نصوصا فيها أمر وتعاونوا على البر والتقوى، أمر واجب، وأيضا ذكرنا نصوصا من السنة، وأيضا حتى في العمل لما يكون عملا جماعيا تكون الفاعلية كبيرة. إلا يكون كل واحد كيخدم بوحده كتكون شغل مشتت، ولكن لما يكون واحد العامل كتكون فاعلية كبيرة. حتى في السنن الكونية، حتى الطيور الإوز لما تسافر لما كترحل من مكان إلى مكان ما كتمشيش بطريقة فردية، كتمشي بهذا الشكل هذا بحال جناحين، ما كتمشيش بطريق مستقيم، كتمشي بهذا الطريق هذا واحد القائد يقودها. الفاعلية ديال الطيارة في هذه الحالة لما تكون بطريقة جماعية العلماء يقولون تزيد بواحد وسبعين في المئة. شوف هذه طيور عادية، لكنها لما تمارس عملا جماعيا الفاعلية ديالها في الطيران في مقاومة الرياح كتزيد 71%. ذاك القائد الذي يقود كيكون في المقدمة البكيعية كيرجع اللور باش حتى هو يستفد، إن كان كيدا يدفع الرياح باش الأخرين يتمشاو. وهذه هي قيمة هذه الرسالة ديال هذه الطيور لنا في العمل الجماعي، إن القائد السقوط يكون حكيم وقوي، ولكنه لما يعيا تجي واحد الفترة يعيا يرجع للدور يخليه الآخرين، لأن القائد اللي كان دائما هو الذي يقود العمل يكون فاشلا فيه تناوب. حتى هذه الطيور لما تطير بهذه الطريقة إلى شي طيور مشوع السير في ساعة كيعياو كيرجعوا مباشرة إلى السير بمرة أخرى، واللي كيعيا فالطيران الجماعي كيطيح كيمرض كينزلوا معاه مجموعة ديال الطيور كيبقاو معاه ما كيخليوش بوحدو، إما يبقاو معاه حتى يبرى وكيطيروا معاه
يخليوش بوحده ولا حتى يموت عاد كيتحركوا. وهذه إشارة إلى العمل الجماعي. العمل الجماعي بعض المرات إلا شي واحد كيخدم معاك وقع بينك وبينه الخلاف ما خصكش تسمح فيه، رجعوا باش يخدم. هذا هو العمل الجماعي، هذه الرسالة ديال هذه الطيور. إلا كانت الطيور بهذه الطريقة فاعليتها تزيد 71%، كذلك بالنسبة للعمل الجماعي. لما كيكون عمل جماعي كتكون الفاعلية 71%. إلا واحد كيخدم هنايا بوحده، واحد كيخدم بوحده، واحد كيخدم بوحده، جهود مشتتة. لكن إلا عندنا واحد زائد واحد زائد واحد تساوي 10 تساوي 20 تساوي، هكذا العمل الجماعي طبيعته أن فاعليته تكون إيجابية وتكون كبيرة. أيضا العمل الفردي، لأن بعض المرات كيكون في شي قرية شي واحد كيخدم العمل بوحده، يقول تبارك الله عليه راه داير واحد العمل كبير، ولكن غدا يرحل هذا الشخص من هذا المكان ذاك العمل ديالو كيموت. العمل الفردي مهما تكون قوته لا يستمر، حتى إذا استمر سيكون إلى ضعف. ولكن العمل لما يكون مؤسساتيا، لما تأسس واحد الجمعية واخا مشيت نتايا راك خليت الشباب. لذلك العمل الجماعي دائما باش يستمر وباش يبقى حتى صدقة جارية لصاحبه. العمل الفردي شحال ما عندك القدرات، راه عندك واحد الوقت إذا ما عيتش ستلتحق بالرفيق الأعلى، العمل ديالك مشى. ولكن العمل لما يكون عملا جماعيا منظما مؤسساتيا، حتى إلا مشيت انتقلت نتايا ولا انتقلت إلى الرفيق الأعلى كتخلي واحد العمل وراك والحسنات تصل إليك. هذه من الفوائد ديال العمل الجماعي حتى بعد موت الإنسان. الله تعالى يقول ونكتب ما قدموا وآثاره. الله تعالى كيكتب لك الشيء اللي كيديروا الإنسان هو في الحياة ديالو. إذا ترك أثرا حسنا بعده لله تعالى هو في الآخرة والحسنات تصل إليه. هذا فضل كبير جدا ديال العمل المؤسساتي الجمعوي. راه الإنسان من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. لكي يأسس واحد العمل راه كيبقى الأجر ديالو واخا تحقق الإنسان بالرفيق الأعلى كيبقى الأجر ديالو أيضا يلحقه. كذلك العمل الجماعي من بركاته ان اختار الله عز وجل ما جبنا فيه وكيفاش غنصرفوا قلنا ليستمر النسل النوع البشري ويكون داك الشيء نقي. ولكن هل وقفنا عند الحدود تاع ربي سبحانه وتعالى؟ هل امسك الناس او كف البشر عما لا يحل لهم؟ شوف الى مشينا للغرب اوروبا، اوروبا فين وصلوا لهذا المستوى؟ دابا كيطلبوا دابه ان يتزوج الرجل بالرجل والمراه بالمراه. هذا المستوى نتاع الخبث لا يليق بالانسانيه وبالبشر. شوف مريم في القران الكريم، الله عز وجل اراد ان يجعل هذه المعجزه نتاع عيسى عليه السلام ياك ان يكون ان يولد عيسى عليه السلام بدون اب، الله عز آدم عليه السلام بدون أب وبدون أم، ولكن عيسى عليه السلام بدون أب. لما دخل جبريل على مريم وهي كانت تتعبد الله عز وجل في المحراب، دخل إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هذه امرأة عفيفة خشيت لأن جاءها جبريل على هيئة إنسان، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شوف شنو قال لها جبريل؟ إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. شنو قالت؟ كيفاش غيكون الولد وأنا ما تزوجت، مازال ما تزوجت؟ رغم أنها الدول المتقدمة وخا كاين الجمعيات اللي كتقدم خدمات اجتماعية أيضا. فالمسألة نتاع المسألة نتاع الصحابي الجليل، لا صحابي وطغى 17-18 سنة، ولكن شوف رغم الفقر ديالو والحالة ديالو الضعيفة ومع ذلك خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. منين جاوا راجعين يجورا صاحبي ولتتلغوا من نسي وشاويش وشاير عرض الرسول عاصم يزريت يبد غصى الرسول عاصم يبين ما يجد نفس الناس من غيقى أسيري تخم ويدي غيوني مرة وجوال مدي جوال يستخم وجوال ولكن هو غصي بالدن يبد غص خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باش هذا شيء عاجز يرفع المعنوية النفس وخمي غير الرسول عليه الصلاة خيار بنبي بزاف ما مشى يحس ونادى يتحس يجي القوة لجوانت جدا تخم
وكذي بالدم وكذي كوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك سوى ما سرغم الناس ما تزلزل ما مش حشغة وشغل إلى خير. الرسول صلى الله عليه وسلم يطول لهذا الحوار أنه بس أراد أن يطيل معه في الحوار باش يرفع ليرفع من المعنويات دياله. شنو وقع من بعد؟ فهذا واحد ينس ما تمرشدني يقول لا ينس مرشغ يا رسول الله ينس مرشغ ثم غادي في وي مد عزاش نغتجاش ينس يغتجاش ينس مين بغا في وي أرسل حسن يسمن فلسل بنادم من موفي خليش من تعزاش تشعاد مزيان أتيرا مجميعة كثيرا لكي تسعدو ذي حياة النش أتفرع أرسل حسن يسمن ومن تتجاوب غيري ومنتا ينس يا رسول الله قبل بين موت الجهر إيش دي سمد دي مزيان تمري وثم غادي مزيان تولي غير جمعنا لعوشيلو هل عمل ما نسيب دل عمل اجتماعي زيد هدات نجي تحاول باش تجمع الشمل دو حتى زيد غبار زيد 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 غاش نحاول نجمع الشمل الأمة أما ما مش دون القبر في حنجرين وضع في حنجرين في حنجرين وفرنتيج وكذين المساكينات تسنتي تزبينات وحتى المؤسسات التعليمية كيمشي ولاد الحرام كيبيعوا لهم مخدرات البنات والأبناء تاع المسلمين ثم هذه المسألة تاع العفة هذه المسألة خصنا نوقفوا لها بالمرصاد أيها الإخوة الكرام لأن البلاد نتاع المسلمين هو الشرف ديالنا والعبد ديالنا كاملين ماشي نتاع فلان أن هذه ماشي بنتي ديها في سوق راسي وخلي. لا خصنا يكون عندنا الغيرة على العرض ديالنا في كل مكان ماشي غير في المغرب غير مؤخرا سمعنا بالنسبة لإسبانيا بعد شنو كيقولوا ذاك البلاد نتاع المسلمين في سوريا كاين حرب في سوريا ودابا الناس اللاجئين اللي كيفروا من الويلات نتاع الحرب وذاك البنات كاين اللي كيبيع البنات شي وحدين سعوديين على حسب ما داكشي تنصب في الصباليا الله اعلم انا حنا كنتبعوا غير الاخبار شنو تقال كيشريوهم باش يعيشوا عند داك الزواج تاع المتعه شهر شهرين الله يهنيك في البلاد تاع المسلمين شوف واش هاد الناس عندهم شي قلب هاد الناس مساكين فروا من ولايات نتاع الحرب وانت تستغل الفقر ديالهم والحاجه ديالهم باش تلعب على البنات نتاع المسلمين واش هذا هو الاسلام واش هذا هو الاسلام ديالنا ولا شي خفات كنهضروا غير فلان علاش مشات تخدم علاش واش حنا وفرنا لها شي حاجه الجمعيه خصها نمشيو نتعاونوا كم ماشي الجمعيه فيها غير اعضاء تاع المكتب سبعه ولا ثمانيه راهم تما لا حسنا خنا نقلبوا عليهم نعاونوهم نقول لهم شوفوا في الجماعه ديالنا الا كاين شي امراه ارمله ما عندهاش اللي يخدم عليها ندير له مثلا شي مبلغ قار شهريا نعاونوا نوقفوا معاها باش تحمي الابناء ديالها والبنات ديالها نتعاونوا كامل هذا هو العمل الذي يدعو اليه الاسلام المساله تاع العفه صوره للاخوه الكرام تعرف شحال من عادات نتاع الابناء نتاع المسلمين الشباب صابوا بالمرض نتاع الايدز الصيغه كثرت 30000 تعدو 30000 الشباب هادشي وما خفي اعظم من يفان تلزم من يظهر احد يستسلم المسلمين تاع المسلمين هادشي السبب نتاع المرض الصيغه ما نزيدك المرض الصيغه العلاقه الجنسيه الغير مشروعه ثم الاجهاض العلاقه من الاجهاض شحال الاجهاض يتوقع عنه فحنجا حتى مزيان خسيره انا خاص عبارا تا وحده تيسي ديسد تا وحده من غافك ادرح غا السبيطار اتي تقدر حنجاني مو اي وضعات ثني صبان الجدار ديال وضعات من ستك حنجاني خميت غيخرق تا وحده شحال من خطره كيلقاو مثلا في المسباله فين كتم القادورات كيلقاو تما ميكا ولا شي صاك هكاك كيلقاو داك الصاك كيتحرك من اللي يفتحوا يلقاو فيه انسان واش هذه كرامه الانسان اذا شفتوا شنو العفه عدم من الناس الى ما وقفوش عند الحد نتاع ربي سبحانه وتعالى انتشار الفساد والفاحشه ها شوف فين كتوصلنا مصائب والشباب ما يتزوجوش تكون العروسه والمصائب اذا اما المساله تاع العفه تاع الامساك على اليد مثلا على الحرام بالنسبه للمال هذا موضوع اخر ولكن ما بغيتش نطول عليكم لان ما سقيناش بهذه الوجوه الطيبه ولكن كلمه مر كلمه وما بغيتش نطول عليكم نطلب الله عز وجل ان يحفظ شبابنا سواء ذكورا واناثا من الوقوع في الفاحشه نسال الله ان يوفق الجماعه ويوفق الجميع اقول قولي هذا واستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جزاكم الله خيرا شكرا.